المستشار محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك وأحد المحامين الموجودين بقوة في هذا الملف. الحمد لله كنت أول من قال اللاعبون سيقيدوا بعد ما مشيت أنت والمستشار مرتضى من الاتحاد بساعتين في لايف كان للتاريخ. ازيك يا استاذ عبد الناصر، اخبار حضرتك؟ اهلا بك يا سياده المستشار. اولا يعني دي شهاده حق لكل جماهير الزمالك والكره المصريه. طبعا انا مبسوط جدا وبشكرك على موضوعيتك، على فهمك الجميل للقوانين واللوائح، حتى فيما يخص القوانين واللوائح اتحاد الكوره، قوانين ولوائح عاديه. دايما بشوف يعني مداخلاتك، قصدي فيديوهاتك، سباق بتفهم كويس. بالعكس بعض القائمين على اليوتيوب، الناس يمكن تحدثت فيهم، دايما بيشكك في قيد صفقات الزمالك. هو مش بيشكك، هو مش فاهم ان هو مش بيشكك في قيد صفقات الزمالك، لا، هو بيشكك في القوانين واللوائح المعمول بيها، بيشكك في مؤسسات الدوله. للاسف ده غرض قيد الزمالك، لكن في الاخر دايما انا بقول لا صح للصحيح. طبعا حضرتك من فتره اتكلمت على هذا الموضوع ودفعت عنه بقوه، مش دفاعا عن الزمالك على قدر ما هو دفاع عن قوانين ولوائح واستقرار نادي كبير بكيان الزمالك. طبعا انت قلت لحضرتك دلوقتي مبروك للمستشار مرتضى منصور، احنا فعلا هو مبروك لي، مش مبروك لي عشان هو المستشار مرتضى منصور، لا، رئيس نادي الزمالك، لا، مبروك ليه هو أدار الموضوع بحرفية وحكمة وبهدوء. كلنا شفنا الفيديوهات اللي كانت متداولة وموجودة، ابتداء من دخول اتحاد الكورة لما كنا مع بعضين في البعض هناك، ابتدى إن هو يحاول يعني يستجد اتحاد الكورة في قيد اللاعبين، ابتدى إن هو يوضح لهم إن ده مخالف، ابتدى يديهم كل الضمانات القانونية والمادية، وكان معاه فلوسه، ابتدى يعمل كل حاجة، وفي الآخر برضه لجأ للطرق الشرعية سواء مجلس الدولة أو لجنة التظلمات، وصدر القرار طبعا اتحاد الكورة إن المصلحة العامة لا، قرار لجنة التظلمات يا فندم. سوري آسف، لجنة التظلمات، لأن المصلحة العامة تقتضي كده. المصلحة العامة تقتضي كده إن أنت جايب لعيبة 50 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك، أو ثلاث لعيبة دافع فيهم مبلغ وقدر. وبالتالي أي حد يقول لك ما يقيدوش وبيحاول يهدر أموال عمال نادي الزمالك، بيحاول يهدر حقوق الجماهير. صح. فالقرار اللي صدر النهارده صدر بناء على لوائح وقوانين ومصلحه عامه واستقرار. ليه دايما ليه بقى القائمين على السوشيال او اليوتيوب بيحاولوا يشككوا وبيحاولوا انهم يهدوا بالموضوع؟ فده ان ده اللي فبيدل على ان الناس دي فعلا هم دول خفافيش الظلام زي ما بيقولوا، شغالين ضرب وشغالين ايد، وفي الامور بقى ماديه، الامور قبيضه، الامور رشاوي، الامور كتير جدا جدا، ومش شايفين حاجه غير كده. لا شايفين استقرار نادي، لا شايفين استقرار ملايين، لا شايفين زعل ملايين من جماهير نادي الزمالك، لا شايفين ان دي فلوس ممكن تترمي على الارض نادي الزمالك تعب وجابها عشان يجيب، مش شايفين الكلام ده كله. فدايما الناس ديت يعني اقل ما يقال عليها انها يعني لا، لازم يعني يبعدوا عن المشهد تماما. ان شاء الله الدوله في سبيلها انها تنقي هؤلاء الغوغائيين من الوضع اللي بيتم او بيشتغلوا عليه ان شاء الله في القريب العاجل. ويمكن تحدثنا انا وانت استاذ عبد الناصر الامور ديت تليفونيا، وبصراحه كنت دايما حضرتك بتقول طيب ماشي، بيقولوا لك علي الصوت شويه بعد اذنك يا معالي المستشار. ودايما حضرتك كنت سباق في الجزئيه دي بالذات ودافعت عنها، ليس دفاعا الا عشان المصلحه العامه لنادي الزمالك. سياده المستشار عندي سؤال مهم جدا. مصير القضيه قضيه ايه؟ قضيه القضاء الاداري. اصل انا قلت ايه؟ قلت لجنه التظلمات يا جماعه اصلا هتنهي الموضوع قبل اخر جلسه، محدش صدقني. مصير القضيه ايه دلوقتي؟ لا، هي مصير القضية راحت للمفاوضين بغض النظر عن الحكم فيها، بس خلاص انتفى السبب، اصبحت هي والعدم سواء. بالظبط كده. يعني اتحاد الكورة اعتقد انه مع اول جلسة هيقول خلاص اتأيدوا، خلاص ما فيش قضية. هيقول ما فيش قضية، بس ده بيقتضي مننا ان احنا نعمل ترك
بنقول خلاص تأيدوا، هنعمل طرق للخصومة. وبرضو ده ممكن يستدعي إن إحنا نطلب تعويض أو نعدل طلباتنا على أساس والله بص، تعويض. هي المعلومات اللي عندي إن الزمالك لن يصعد واكتفى بانتصاره عند هذا الحد. أنا بكلمك على إجراء قانوني. يعني من هذا حقك مش انتصار هتعمله، أنت حقي. حر يعني. أو بقول للجماهير إن إحنا في مقدورنا إن إحنا نعمل دعوة تعويض وناخد تعويض كويس جدا على الأضرار اللي أصابت نادي الزمالك من جراء اللعيبة دي ما اشتركتش، وكانت سبب رئيسي في إن في قصور في بعض المراكز وفي هزيمة في بعض الأمور يعني، تمام. وعدم استقرار وي الكلام ده كله، خاصة إن إحنا قائمين يعني عملنا القضية بالفعل. بس هي دي القصة كلها. لكن معلش بقى يا أستاذ عبد الناصر، يعني تفضل. يمكن عايز أخش في جزئية تانية تفضل. مهمة أوي، يعني جزئية مهمة خاصة بالأستاذ اللي اسمه مرتجي بتاع النادي الأهلي. الاستاذ خالد مرتجي عميد صندوق النادي الاهلي. طبعا. اتفضل. طبعا مع احترامي الشديد لكلامه، لكن انا بس عايز افهمه حاجه. لما يطلع في مثل هذا الوقت ويدعي او يتحدث بطريقه او باسلوب لا تتناسب مع الحدث اللي حصل، ازاي؟ انا النهارده المستشار مرتضى لم يوجه اي سباب لشخص والد حضرتك خالص، وانما بس الموسيقار مرتضى لمح ان هو هيفتح ملف الفريق كامل مرتجي وشيء من هذا القبيل. لا يعني لما يلمح هيفتح ملف. في فرق يا استاذ عبد الناصر ما بين ان انا اتحدث عن شخصيه عامه زيها زي اي مسؤول في البلد عن تصرفاته التي احدثها في امر من الامور الخاصه بالبلد، وده حق للجميع، ده تاريخ حق للجميع. أتحدث على السيد الرئيس حسني مبارك في سلبياته وإيجابياته، أتحدث عن الملك فاروق في سلبياته وإيجابياته، أتحدث عن عبد الحكيم عامر في سلبياته وإيجابياته، وما أحدثه وتصرفاته من أمور نالت من البلد في بعض الأمور، ده تاريخ. إنما لو قلت إن هو كذا أو كذا أو كذا شخصه، فأنت لما تيجي تتحدث وتقول أصل المؤسسة الشكوى القضاء العسكري قال لي تعالى اسحب الشكوى، مش عارف كلام لا يستقيم. انت يا سيدي قدمت شكوى، وبعد ما قدمت شكوى بحثها مثلا الاداره العسكريه وحفظتها، ما كان اولى بيها انها تعمل الكلام ده. انما انت تدي ايحاء ان في شيء ما او في اجبار على شيء ما، ان المؤسسه بتقول لك تعالى اسحب شكوتك، لا، يبقى كده النوايا ما اعتقدش ماشيه في نطاقها الصحيح. لا اعتقد تماما يا فندم. ليه؟ لان انت تعلم تماما ان ما قاله الاستاذ مرتضى منصور بيتكلم على تاريخ ايا ما كان بسلبياته وايجابياته، وده حق الجميع. تعالى انت النهارده اكد لك ان ده تاريخ، حط على جوجل حسنات وسيئات فلان الفلاني، هيجيب لك الحسنات والسيئات يا فندم، ده تاريخ. يعني هل ده من وجهة نظرك هو سبب حفظ الشكوى او عدم التحقيق فيها؟ لا يا فندم، في فرق بين حفظ الشكوى، خد بالك انت برضه مش واضح لك جزئيه في منتهى او في منتهى الاهميه، خطيره جدا. الاستاذ بيقول ايه؟ بيقول بعد ما تقدمنا بالشكوى تم الاتصال بالمحامي بتاعي الاستاذ محمد عثمان وقالوا له تعالى اسحب الشكوى. طيب حلو قوي، في حد في حاجه او في حد بيعمل كده تعالى اسحب الشكوى، عايز يوصل ايه؟ عايز يوصل ايه؟ بلاش. طيب لو هو كلامه صحيح زي ما حضرته بيقول تعالى اسحب الشكوى، طب يا سيدي قدم الشكوى وهتتحفظ من غير ما يقول لك تعالى اسحب وروح واعمل عشان تيجي تقول الكلام ده، هتتحفظ. فانت النهارده في خضم كلامي يا استاذ عبد الناصر غريب وعجيب ومش عارف مغزى ايه، مش فاهم. لا لا، هو ليه مغزى ان مفيش حد قادر على مرتضى منصور في البلد، انا صريح وواضح. حلو قوي. وبناء عليه حتى النائب العام العسكري قال لنا تعالوا اسحبوا الشكوى، وهو قال انا عايز اعرف مين هيساند هذا الرجل وحسبي الله ونعم الوكيل. حلو 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 قوي. اذا الكلام ده رايح في اتجاه ليس الغرض منه ان انت بتظهر او بتنتقد وضع معين. ليه؟
لان النائب العام العسكري لا محتاج ان هو يقول لك تعالى اسحب الشكوى، ما تسحبش الشكوى، انت قدمت شكوتك هيحفظها لك مثلا، وما كانش ان وصل لمرحله تعالى والنبي اسحب شكوتك، ولا مستني ان انا اقدم شكوى وهم يعني عشان هو قدمها فلازم احقق فيها، فبتحايل عليه بقول له تعالى والنبي اسحب الشكوى عشان انا مش قادر احقق فيها. مش الكلام ده يا فندم. هو انت النهارده لما بتيجي تقدم شكوى للنائب العام وفي حد بيحمي او بيدعوه زي ما بيقولوا بيحمي مرتضى منصور، النائب العام هيتصل بيك يقول لك تعالى اسحب والنبي شكوتك؟ النائب العام العسكري هيحفظها لك يا كمان مش فندم، هيحفظها لك. لو هيحفظها لك ولا يقول لك تعالى واروح، هيحفظها لك ولا يقول لك مالكش حق قانونا. وبالفعل لكن الاساءه لما تيجي بقى تتكلم من هو من اساء للمؤسسه العسكريه، هتعرف مين اللي اساء بالفعل للمؤسسه العسكريه كلامه، مين اللي شكك في المؤسسه العسكريه كلامه. كلام واضح الف ب، ده مش نقد يا فندم، ده ليس نقد تماما، عشان انا بنقد او بحق وحسبي الله ونعم الوكيل واعيش في هذا الدور عشان اوصل جزئيه معينه بتوصلها لمين وعشان مين. لا، المضرور مين؟ مش مرتضى منصور خالص، المضرور المؤسسه اللي انت شككت فيها، بتقول لي تعالى والنبي اسحب الشكوى، يا ريت تعالى والنبي اسحب الشكوى عشان مثلا هم مش قادرين يحققوا فيها. لا طبعا، عشان شكوى بلا قيمه بلا اهميه، بلا قيمه وبلا اهميه. انا النهارده راجل زي ما قلت لك بنتقد تاريخ لاحد الاشخاص، هو مش مناسب لمؤاخذه يعني، بنتقد تاريخ. انما قلت هذا الرجل عدت في شخصه؟ لا، عدتش في شخصه. قلت هذا الرجل تصرفه ادى الى شيء عام احنا بنعاني منه لحد دلوقتي او زعلانين عليه. النهارده فلان الفلاني عبد الحكيم عامر نظرا لكذا كان سبب في كذا، رئيس حسني مبارك كان في كذا بيعمل عشان كذا. لا، ده انا اقول واقول واقول، ده تاريخ يا بيه، ده تاريخ موجود. التاريخ لا يرحم احد، تاريخ لا يرحم احد. انا بقول لك حاجه مع كامل الاحترام للكل يعني، ده لا لن يرحم احد. حتى اكتب بس كده على جوجل حضرتك الفريق خالد اسمه ايه ده، الفريق مرتجي، فريق مرتجي كراجل فاضل، ما انا بقول لك كراجل فاضل وانا كان لي الشرف ان انا التقي معاه وفوق دماغنا وله منا كل التحيه والاحترام هو واسرته وعائلته. ما انا بقول لسيادتك اهو الفريق مرتجي رجل فاضل، رجل محترم، لكن تاريخه ده ملك للجميع. اتحدث فيما يتحدث يا فندم، الناس بتتكلم في تاريخ رسول الله. ما انا بقول لك انما محدش يتحدث عن شخصه، محدش يتحدث عن وضعه او شخصه، انما التصرفات المسؤول، التصرفات هي اهم حاجه للنقد وهي مجال النقد، تصرفات المسؤول يا استاذ عبد الناصر. فهمت قصد حضرتك، اشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار، ومبروك حل ازمه قيد اللاعبين الثلاثه، واعتقد كده مشاركتهم من عدمه واقفه على راي فيريرا. انا والنبي عايز اسال سؤال يا استاذ عبد الناصر، مين ابو سبحه؟ الله يسهل لعباده ابو محمود. طيب ماشي ماشي يا استاذ، خلي بالك كله هيتجاب من اللباس. وابو سبحه والله العظيم كله هيبص، اي حد بينفخ في النار والله كله هيتجاب من اللباس. انت بقى جبت اللي انا بقوله لك، بينفخ في النار. ايوه، بغرض كان يدور على شويه بقى دولارات. بص يا فندم، اللي جاي مختلف تماما، واللي مش هيصدق هخليه لغايه ما يلاقي نفسه جاي من اللباس. انا دقيق في لفظي. الله يفتح عليك. الدوله قادمه وبقوه، وما فيش حد اكبر منها فيما هو قادم. يا سيد الفاضل، ما فيش حاجه اسمها الدوله قادمه، الدوله موجوده وقادمه. لا في انا بتكلم في الملف ده اللي الناس تظن انه مهمل. لا لا بالعكس، الملف مش مهمل، الملف بيدار باداره حكيمه جدا، بيتم التدخل في الوقت المناسب جدا جدا سليم لضبط الامور. ليه؟ لان كلها عايزين يذبحوا جماح الاشخاص من تصرفاتهم الشخصيه. صح. اللي هي بتؤثر على التصرفات العامه. ولهدوا بالظبط كده. هناك فرق ما بين ان تكون اعلامي ولديك معلومات ومطلع ولك من الثقل والاحترام لدى المسؤولين والوزراء ان تاتي بمعلومه لتوضح للناس بجراه وتواجه هذه القوى
الشريرة التي تحاول أن تخرب، وهناك فرق من أنك أنت تكون قاعد في بيتك، وأنا جربت الاثنين، لا تمتلك المعلومة وتعتمد على اللي بيقبضك في المعلومة. لا لا، أنت ما شاء الله عليك عندك من الذكاء وعندك من القدرة والعلاقات فعلا ان انت بتستقي المعلومه الصحيحه يا فندم. انا بقول لك انا لدي من الجرأة ان انا اقول لك انا جربت الاثنين، وعلشان كده دائم احنا في شعبان دائم الاعتذار بقول الحمد لله الذي منحني العمر لكي اعتذر عن خطأ إن ارتكبته لعل ذلك ينفعني في قبري. حتى ينفعني لا واحد على صفقه ولا واحد بيمجدني ولا هيضرني واحد بيذمني ولا بيشتمني، لن يفيدك الا عملك. ولا ابو سبحه ولا يحزن ولا ابو سبحه حتى ولا ابو كلوت. سلام. يلا صباح الفل. صباح الفل.